بمختصر بدي أقول أنه أكيد عنا الحل. أول شغلة رح يكون همنا أنه نسعى لإقرار مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة، وتتقدر البلديات تقوم بهذه المهمة. أكيد المطلوب أنه تنعفى البلديات من ديونها المستحقة والمتوجبة لصندوق البلد المستقل. لازم تكون رخص البناء معطاة ضمن معايير شروط بيئية وعلمية مثل المباني الخضراء. لازم نوقف العمل بالمقالع والكسارات والمرامل فوراً، وحصر تواجد هالكسارات والمرامل بالسلسلة الشرقية لأنه بعيدة عن المناطق السكنية، وحصر الكسارات هونيك بعيدة عن المناطق السكنية وبعيدة عن المناطق الزراعية. استكمال إنشاء البحيرات الجبلية وإعادة دراسة مشاريع السدود الغير منفذة. لازم نستكمل إمدادات شبكات الصرف الصحي وتكرير المياه المبتزلة تما تنخلط مع المياه الجوفية وتشكل ضرر على صحة الإنسان. كرمال هيك رح نطالب بتوقيف تراخيص لبناء استثمارات جديدة، وتيرجع لبنان بدنا نشتغل على خطة وطنية مع القطاع الخاص لإعادة تشجير خصوصاً خط الأرز وخط الشواطئ.